جوستومون جات قضيه بيلاروسيا هذه باش تنعتنا باللي الشعب الجزائري لازم يتكل على يده هو هو يغير الوضع نتاعو. الشعب الجزائري لازم هو يغير الوضع نتاعو. واحد ما راح يغير لك في بيلاروسيا انتخابات مبرحه كما تانا بيان سور، بصح العالم بك حرك، فرنسا، امريكان، المجتمع الدولي، وهذا ما صعرفوش به، بصح حنا في الجزائر صعرفوا بها على لانه المصالح كبيره في الجزائر، المصالح تفوق هذيك 40 مليار اللي يحكوا لكم عليها و 60 مليار هذيك تاع الخماسه، لانه الشعب الجزائري مازال خماس عند فرنسا وعند الاقدام البيضاء بيان سور، والقياد والبشاغات هما لي جينيرو تاعنا وتبون وصحابهم. دونك سا يفو كومبوندر اون شوز، الشعب الجزائري لازم يفهم حاجه، اضرب بدراعك تاكل المسقي، ما تسنى فرنسا، ما تسنى جنيف، ما تسنى حقوق الانسان، لا حقوق الحيوان، لا حقوق الفار، ما كان والو، كاين انت والمصلحه نتاعك والحقوق نتاعك، يا تنتزعها يا تفرط فيها، ما كانش احتمالين، لانه العالم هذا توت فاصون العالم هذا باين الوضعيه تاعو درك قضيه قوه. فوالا ما نساوش حاجه باللي عندنا حوالي كيما نقولوا حنا 10% من الجزائريين خماج خامجين بونديه صرارقه بدون تربيه بدون اخلاق ما يسواوش كاع. عندنا 90% من الشعب الجزائري يستاهل انه تكون عنده دوله نظيفه ومليحه. ما نشوفوش ال 10% هذيك اللي نصها دباب نصها تابع للنظام نصها تخدم مع النظام، هذوك اصلا ماهمش ولاد، اصلا ماهمش ولاد فاميليا، هذوك كما قال ربي سيدنا نوح انه عمل غير صالح، هذوك عمل غير صالح الناس هذوك يفو با لي سويفر. مثلا هنا الرساله تاعنا تاع اليوم انا تري سام، راكم تشوفوا لا بيلاروسي العالم كله تحرك، الجزائر 10 خطرات اكثر من لا بيلاروسي ما تحرك، علاش؟ لانه المصالح كبيره والمصالح كبيره بزاف بزاف، دونك الناس تسكت. في الحاله هذه ايها الشعب الجزائري اذا كان حاب تتحرر عليك انك تتمنهج تتهيكل وتقوم بثوره حقيقيه تنزع النظام هذا. خطره طرحوا عليا سؤال قالوا لي كاين الناس راحين يمشيوا لجنيف، قلت لهم مبادره حسنه بصح ما تدي والو، مشيوا لجنيف روحوا لوني روحوا مشيوا عام كامل زغرتوا وشطحوا عام كامل نددوا عام كامل سان سيراريا، ودرك جابوا لكم فكره باش يلهيوا الافكار نتاع الناس، هذا يسب في هذا، هذا يطيح لهذا، هذا قال قتلوه المخابرات في لندن، هذا مخابرات على واش تقلق واحد يمشي والله حراكيست وما عنده حتى برنامج، المخابرات لا قتلت تقتل الناس اللي حامله لافكار وبرامج قادره تمشي، لكن الاغتيالات هذه كذب وشعوذه. أنا ضد النظام الجزائري وعلى بالي بحمار وبهيم، بصح كاين حوايج يا جماعه ما تسمعوش للناس الكل، هما كثروا عليكم، كاين ابواق بزاف الشعب الجزائري يسمع لهم والله ما عندهم معنى وما عندهم برنامج ويخدموا مع النظام بطريقه مباشره وغير مباشره، كي حمار ديزات كي زيطوط كي الاسلاميين كي كاع 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 كيما راهم كاع داروا لكم سرك، بصح الحل ما كانش والمشكل ما كانش والحس كاين. شوف استاذ حسين وانا نقولها للشعب الجزائري صراحه يعني واضحه، لو سيران هو الوحيد حاليا في المجال السياسي الثوري، نقول سياسي ثوري اللي حامل برنامج ومشروع وخطط ممنهجه ومهيكله لاسقاط النظام، دونك سي لا سول انتيتي بوليتيك كي دوتي دان بروغرام اي دون استراتيجي جلوبال اي دون تاكتيك بور اباتر سو سيستيم. تبعوا السيران ايها الشعب الجزائري تنجحوا، وماشي تبعوا السيران كومبوز با، ما تستناوش سيران يقعد مع لافافاس ولا ماس بي والله يقعد مع الاحزاب السياسيه اللي بايعه النظام، ما تستناوهاش كاع هذه، هذه ما راحش تكون. اللي يحب السيران يحبوا وحده، ايه ديكتاتوريه الافكار، اللي يحب السيران يحبوا وحده، لانه السيران افكار علميه رياضيه ماشي افكار الشعر والاشعار وحكايات بيبيطو، عندنا برنامج ان بروغرام ان استراتيجي ان تاكتيك حتى في المرحله الانتقاليه ومن بعد المرحله الانتقاليه، وقادرين عليها، وحنا ولاد الجزائر قادرين عليها، وقادرين على الخونه، وقادرين على العمالة نتاع الخونه، وقادرين على الاقدام البيضاء، بصح خاصنا حاجه واحده، لينرجي. لينرجي هو الشعب، الشعب اللي يتجه للسياران، اللي يحتضن السياران ويقبل السياران كقياده ويتبع اوامر السياران. توت فاصون اي واحد يخمم شويه مليح يفهم اهداف السياران
وشي هو السيران هذا، حبوا يكسروه وانطق كيما نبيل تاع كندا هذاك، قال لك الكوريا ما ماتش وانا، وحط بعد الكلاب الصغار نتاعو دو باب واحد اخر تيب حراكي هذاك لو بوتي هذاك الصغير هذاك وش باكوا يهضر يحكي. جاو ناس اخرين ديكلاراو كيما لو جوج اللي كان معنا في الكوريا حبيب هاشمي، راح الى ابوندوني الكوريا وراح للاسلاميين وحضر معهم الكونغري تاع برلين، دونك الهضره تاعو عندي ما توزن ما تسوى، لانه علاه تخلى على المنصب نتاعو دون سبق انذار. نبيل تاع كندا كيف كيف، هادو بيان سور اي حاجه تكون مليحه لازم فيها الخيانه، لازم كاين الخيوانه كاين التراتر، هذا امر مفروغ منه مقبول، راحين نكونوا حمير لكن ما انتظرناش الخيانات سكون ابل ديفيكسيون اي ديزيرسيون. مي كيما قلت لو بلو غران تراتر سي نبيل تاع كندا، باسكو هو سي ان تراتر خاين اون دونرا با لو نون دو فامي مي لو اف اف لو كوني اي فيشي عند لو اف اف، كيما الدوله تفيشي لو اف اف فيشي حنا ثاني فيشيو الناس، عندنا اون ميموار دي فيشي كي انرجستر الناس. تما اون نوري جامي اسبيري ابري لو 22 فيفري اون اريفي ان سيتوياسيون بير كو بوتفليقه. نو سي بير اي سا فا الي دو بير اون بير، ماشي قضيه بير كو بوتفليقه، لو سيستيم لا با شانجي، لا ديفيرونس الفرق الوحيد انه من قبل ils pouvaient pas faire les choses brutalement là parce que quand une génération d'anciens fonctionnaires d'espace en France etc ouais n'ar généralisé ou l'arabisation mhaou chersia siasia le chabada, il faut préparer un peuple pour le maîtriser, il faut que tu casses un peuple c'est un وقت و بمراحل تكسر الشعب الجزائري جا طريقه ممنهجه vraiment ممنهجه طريقه structurée très bien étudié stratégique. Et la preuve, عندنا شباب حاليا malgré خارج من الجامعه بصح ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد ça il faut dire c'est pas le jeune qui n'est pas intelligent, les ingénieurs sont très intelligents qui disent le خارج il le prouve, c'est que l'université ne correspond à rien, l'école ne correspond à rien, l'éducation ne correspond à rien, ne correspond à rien. شوف فضلوا لنا الهويه تاعنا، كذبوا علينا قالوا لنا احنا عرب، احنا ماناش عرب، احنا امازيغ، أمازيغ حرار. خلطوها لنا بأفكار بطارق الصحراء، خلطوا لنا في وسطنا إيديولوجية إسلاموية شيطانية ما عندها حتى علاقة بالله عز وجل ولا بالرسول عليه الصلاة والسلام، منهج شيطاني، منهج آل سعود، منهج شيطاني. خرجوا لنا للحي والرجال ولات تتكحل عينيها ويضربوا مسواك وشي با كوا تو فوا تو سا سي ستركتوري كاسي اون سوسيتي، حكموا منطقه وحطوها سيبله منطقه القبائل الزواف القبائل كذا يهود فيهم حتى خلقت شرخ بين الجزائريين اللي هما كل امازيغ، تبا للعربيه وتبا للعرب، ونقولها بالعربيه الفصحى، تبا للعربيه وتبا للعرب،